منيح انك ما تاخرت. عندك ضيوف؟ نشوف الك. بيا من المرضى تبعك، هيئتها راحت لعندك على المستشفى وما لقيتك. وانت ما كنت بالمستشفى؟ انا اسفه قوي يا دكتور، جيت لك من غير ميعاد. شو بتحب تشربي؟ ما فيش داعي تعبك. لا ابدا ما بيصير. ان كان ولا بد يبقى ينسون. تفضلي. دي كنتي؟ ايه اللي جابك؟ لا ده انا اللي المفروض اني اسالك. ولا هو انا غبي الام. اتفضلي. اديني سمعت كلامك وماشيه. ست انا ممنونك. لا انا مش عايزه امتنانك. أنا عايزاك أنت. يا أسطى وصل الست حد بيتها وده حسابك أهو. شكرا. استنى يا أسطى، بكرة لو ما جيتليش هجيلك أنا، والمرة دي بقى مش عارفة إذا حكاية بابايا العيان دي هتدخل عليها ولا لأ. مش وقت الكلام ده. سعيدة. يسعد أيامك وليليك. اتفضل يا أسطى. دي قريبتكوا دي ولا ايه؟ لا ابدا. وشيع مش غريب عليا زي اللي اكون شفتها قبل كده. ابوها من العينين بتوعي تعبان شويه وجات بتسال على الدواء بتاعه. لا فيك الخير، مش ملاحق، عيانين في المستشفى وفي البيت، لازم تريح يا حبيبي. عن اذن حضرتك. اذنك معاك يا دكتور.